وجد شد وجذب خد وهات وهات وخد بس شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة موت ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة مصر وموعد مع ذكريات الأيام المجيدة إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس وأهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة بالتأكيد حلقة جاية في توقيت مهم جدا جاية في توقيت تشعر فيه مصر كلها بالعزة والفرحة وحلقة مهمة هذه أبرز عناوينها مقالي ومقاله هي أيام النصر الملهمة الغربال مدرب الزمالك يزكي الأهلي بعظمة لسانه بيتسو هدف بلاس 90 وفي الشموع الحمراء عبد الوهاب سليم الثالوث الغالي وفي أسرار الملك صديق وسبعة مليون وقالوا خطفوه وأخيرا نتصفح مجلتنا من 40 سنة ده المحتوى اللي نتمنى حضراتكم تستمتعوا به النهاردة لكن في ظل هذه الأيام المهمة في تاريخ مصر نشوف مقالي وما قالوا باشمهندس هي أيام النصر الملهمة مؤكد يعني إحنا يعني حتى بعد الحلقة مبهج بكرة بإذن الله ذكرى من أعظم الذكريات في تاريخ مصر أيام العزة أيام الفخر أيام العبور أيام الانتصار وهي أيام ملهمة ملهمة لكل ما جاء بعدها وأيام أيضا بتنصف كل ما حدث من انكسارات قبلها على اعتبار أنها عوارض وليست حاجة أصيلة في هذا الشعب الأصيل في هذا الشعب هو انتصارات أكتوبر وروح أكتوبر وبإذن الله نحن على موعد رياضيا مع أكتوبر في انتصارات خاصة جدا لكرة القدم وهي دي الأيام الملهمة هي دي ذكرى حرب أكتوبر هي دي الذكرى اللي الأبطال أخلصوا مع هدو الوطن عليه لأنه اللي يبص في التاريخ المصري ما قبل 73 الصمود والتصدي والرغبة والإصرار والعزيمة والتمسك كل هذه القيم النضالية الكبيرة جدا تفضي إلى انتصار سجلته العسكرية المصرية بحروف من نور في التاريخ أكتوبر فيها كتير من الدروس والمواقف اللي بتدرس في المؤسسات العسكرية العالمية في مثل هذه الأيام الملهمة في التاريخ المصري نتذكر جميعا بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخنا ربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وأمانه نعم سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه
وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره؟ كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء؟ الله يرحم السادات. يعني فعلا واحد من أعظم من أنجبت مصر، أيامه كلها مليئة بالدروس، لأن في البداية الناس خدت الأمور باستخفاف وبيأس وبقلق وبانكسار، ولكن مع تتالي القرارات وتتالي المواقف وتتالي الانتصارات قدر يعني يزرع في نفوس المصريين قيمة هائلة جدا. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر. هذه ليست يعني كلمة جميلة قوي، يعني بتتقال في أغنية، بتتقال في إعلان، ولكنها حقيقة. 6 أكتوبر دي حاجة ملهمة جدا يا أستاذ إبراهيم. فعلا صحيح. الرئيس السادات عليه رحمة الله وهو بيعلن بيان النصر بيقول: سيأتي يوم نحكي لأبنائنا وأحفادنا وأجيال من بعد أجيال ليست دروس الفخر والفخار بالعسكرية المصرية وما أنجزته، ولكن بما يمكن أن يبنى عليه. بصوا الراجل كان قد إيه سابق عصره في النظر للي جاي. وبالفعل القوات المسلحة المصرية اللي خاضت هذه الحرب اللي بتدرس عالميا بكل تفصيلاتها كواحدة من الحروب المهمة جدا والملهمة جدا في قيامها، هي نفسها القوات المسلحة اللي بتقود كل حروب التنمية والبناء والنماء في الوطن. هو ده الربط العبقري. يعني تم شوف المشهد ده. مشهد انت كنت من الاول عايز تحرر ارضك. ولكن انت عايز تحرر ارادتك دلوقتي. بالظبط. انت في معركة التنمية هي معركة تحرير الارادة. لان من يملك رغيفه يملك مصيره. صحيح. انت يعني هذا التوجه الصادق جدا جدا للمستقبل، انك انت وانت ماشي في الصناعة، ماشي في الطاقة، انت ماشي في الزراعة. ان ناس كتير جدا كانت متصورة ان لا، مصر مش بلد زراعية، ده لازم تبقى بلد صناعية. ده هي بلد زراعية صناعية تنموية. صحيح. فالمعركة اللي انت بتاخدها من اجل الاجيال القادمة الان هو والله معركة انت بتهدم بيها جدار اعلى بكثير واقوى بكثير من جدار برلين. جدار معنوي، انك انت تستطيع ان تقود تنمية. وبندفع فواتير وعارفين ان تحديات صعبة. عارفين ان اولادنا هم اللي هيستمتعوا بنتيجة هذه الفواتير. هيبقى في مستقبل مشرق لمصر بإذن الله. الرئيس أنور السادات يمكن ناس كتيرة ما تعرفش إنه كان له علاقة مباشرة بالنادي الأهلي. أولا كان سباح، مارس السباحة لفترات طويلة في حياته، وأصبح رئيس شرف النادي الأهلي. 1978 مجلس إدارة النادي الأهلي منح الرئيس أنور السادات وقتها الرئاسة الشرفية للنادي. شفنا كتير جدا من صور الرئيس السادات وعلاقته بالمية والسباحة وعلاقته بالدراجات وعلاقته بالرياضة. يعني قد ايه كان مؤمن بقيمة بناء الانسان. ويمكن حتى شوف المفارقة اللافتة جدا، علاقته حتى بالدراجات، ايمانه باهمية المشي الرياضة. ورياضة الدراجة النهاردة رياضة الدراجات مهمة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما وابدا حريص على حث الشباب على استخدام الدراجات. شفنا سباقات كتيرة جدا، رئيس الجمهورية بيشارك الشباب فيها في مناسبات كتيرة. وزارة الشباب والرياضة تبنت حملة كبيرة جدا لتوفير الدراجة للشباب، وسيلة لممارسة رياضة نقدر فعلا بيها نواجه كتير من الأمراض. دي كانت أيام النصر الملهمة. يعني أنا شرفت أن أنا أكون في المجلس ده من 76 ل 80، ورحت في منزل الرئيس في الجيزه الراحل رحمه الله عليه في الجيزه وهو بيكرم النادي الاهلي. ايوه. لانتصاراته، لمكانته، وشفت بساطه هذا الرجل الفلاح فعلا الجميل العبقري ببساطه شديده جدا.
واقتنعت ان الاخلاص لازم هيبقى له يعني مردود. هو كان يعني كان يعني يستحق نهاية طبعا فيها تكريم، ولكن ربما توثيق هذه اللحظة هو تكريم في حد ذاته بما حدث فيها. ولكن يعني النهاردة انت بتعيد هذه سلسلة الأمجاد مع كل 6 أكتوبر، انت بتشوف مصر بتتقدم ازاي، وروح أكتوبر يعني هي روح ملهمة، ويا رب نحقق في أكتوبر كأس أفريقيا لمصر من خلال النادي الأهلي بإذن الله. بإذن الله تعالى. دي كانت أيام النصر الملهمة، وهناك بعد ذلك كلام كتير وتفاصيل كتيرة في الغربال. مدرب الزمالك يزكي الأهلي إزاي؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل، وهنشوف إزاي مدرب الزمالك يزكي الأهلي ويساعد الأهلي على تحقيق صفقة كانت مهمة في الأيام الأخيرة. شوفوا قيمة الأهلي، وإذا كنا بنتكلم حتى على مشارف ملعب السياسة شوية، صحيح شفنا الرئيس السادات وشفنا علاقته بالرياضة وحرصه على تكريم كتير من الرياضيين في صور كتيرة في حقبة السبعينات، لكن كمان حاليا في الألفية الجديدة والنادي الأهلي بيمارس دوره كواحد من القوى الرياضية الناعمة المهمة لوطنه. شوفوا قرار النادي الأهلي بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كان له أصداء وردة فعل على المستوى الرئاسي لما الأمر يصل إلى أنه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا يعلن في بيان عن تهنئته لمدرب أو مواطنه بيتسو موسيماني، ويقول أنه كنا نتمنى أن تبقى هنا، لكن نحن نفخر أنك ذهبت إلى النائد الرائد في أفريقيا، نتمنى لك النجاح ورفع راية كرة القدم في ناد تفخر به أفريقيا كلها. شوف يا أستاذ إبراهيم، أنا من المقتنعين جدا جدا بأهمية الرياضة في أنها تشاور على قيمة الدول وقيمة العلاقات. أي يعني لما قلنا قبل كده أن ما فيش حاجة المزج بين الرياضة والسياسة، الرياضة يجب ألا تقودها السياسة، ولكن لها مؤكد لها تأثير جامد جدا على الموقف السياسي. يعني أمريكا والصين بدأوا العلاقات من خلال مباراة تنس الطاولة لو تذكر. صحيح. بدأت العلاقات الدبلوماسية والاسترخاء في العلاقات والكلام ده. فالرياضة قد تكون سلاح مسموم وقد تكون مشعل أولمبي يقود الدول إلى الأهداف النبيلة. في الدورات الأولمبية مش من فراغ أن الشعلة دي ليها مراسمها قبل الدورات الأولمبية بتتحرك، والعالم كله بيتابعها لأن هي ليها رمز لتوحيد الشعوب على هدف سامي، وحلقات القارات الخمسة تتشابك، الهدف السامي لما تشوف الأهداف الأولمبية، الهدف المشاركة قبل الانتصار، الهدف أنك الفير بلاي، انك انت تنتصر للقيمة الرياضية من خلال الا تفوز بغرور والا تهزم بانكسار، كل دي قيم بتبني الانسان. فالنهاردة مؤكد ان الرياضة بتلعب هذا الدور لما رئيس جمهورية جنوب افريقيا يشير الى انتقال موسيماني الى النادي الاهلي، هذا تقدير لان دي خطوة يعتقدوها انها خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة. صحيح. إن في مدرب جنوب أفريقي ذهب إلى نادي القرن في إفريقيا يدربه ويعلمون قدر النادي الأهلي، يشير إلى هذا رئيس الجمهورية، هذا بيحطنا أمام مسؤولية إذا نحن نبقى نعمل مينتننس أو صيانة لهذه العلاقة. صحيح. عشان ما نخيبش أمل حد خصوصا على هذه المستويات. مؤكد إن موسيماني هو قرار شجاع صادق ما فيهوش مزايدة، كان ممكن جدا تنجرف أنت إلى إنك تروح تجيب اسم كبير وتدفع فيه، لكن ما كانش هيبقى مناسب للحظة زي هذا الاختيار. طيب زي ما الرئيس رامافوزا الرئيس الجنوب أفريقي هنى بيتسو موسيماني بانتقاله للعمل في النادي الرائد في أفريقيا وفخره بإنه
مواطن ويكون مدرب لنادي القرن في القارة، رد بيتسو موسيماني على رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ببرقية أيضا عبر تويتر: شكرا جزيلا سيد الرئيس، لكن هناك شخصا ما يقول أنني ليس لدي انتماء. يعني واضح أنه انتقد هناك أنه ساب سان داونز وجي النادي الأهلي، فبيقول له إنه الأمر مؤسف للغاية ولكن الله علمني أن أغفر حتى أستمر في السير. معلش، مؤكد ان الناس اللي بتحب صن داونز وبتحب موسيماني زي ما احنا حبينا جوسيه زي ما حبينا فايلر في لحظه، بيبقى في بعض الناس الرغبه في البقاء. خليك معانا بقى، كمل مشوارك الناجح. انما هي نقله نقله في العلاقات، نقله حتى في الفكر، انك انت تقدر انك تختار المدرب المناسب اينما كان. اينما كان موسيماني في مباراته الاخرانيه قدم اوراق اعتماده بشكل معقول، مش عايزين نفرط في التوقعات، قدامه كتير قوي لسه، ما مش عايزين نفرط في التوقعات، انا من هذه المدرسه المتحفظه. لكن في مؤشرات تقول الراجل ده مناسب، يلا ربنا يوفقك وتلم الفرقه على هدف، لان المدرب اللي هينجح هو اللي يعرف يلم الفرقه على هدف. صحيح. وبعدين يبقى له مشروع لبكره، عايز ايه من الفرقه دي وعايز ايه من تطورها. هو صعد 5 من الناشئين، ايوه. ده مؤشر انه هيبتدي يتعرف على الامكانيات اللي موجوده داخل النادي اولا، ايوه، وبعدين يشوف النواقص يستكملها ازاي من بره. فكلها بتقول الراجل ده واقعي شويه ومش عايز يشتغل بطريقه صح، بدون يعني استسهال، لان اسهل حاجه على المدرب يجي يقول لك جيب لي وجيب لي وجيب لي وجيب لي. صحيح. انما هو هيشوف الظروف وكلها مؤشرات بتخليه واقعي شويه. لكن انا بقى ليه رجاء ان كلنا الا نفرط في التوقع، علشان ويا ريت ما نجيبش سيره الموضوع ده كتير، ونسيب الناس بقى تنعم بهدوء في العمل لحد ما نخلص المشوار الافريقي ونشوف نتيجته ايه باذن الله. طيب، الاتحاد الافريقي طبعا ازاي باصص للمساله، ومدرب من ادنى جنوب القاره يجي لاقصى الشمال، وصن داونز و بيتسو موسيماني كان واحد من المدربين اللافتين في القارة الأفريقية، وفاز في 2016 بأفضل مدرب في القارة، فلما ينتقل للشمال ليدرب النادي الأهلي نادي القرن في القارة، يبقى الأمر ملفت للاتحاد الأفريقي، فبيهتم موقع الكاف وهو يصور جمهور الأهلي، عمل فيديو وقال: تم الإعلان عن موسيماني مدربا للأهلي، وجايب صور لجماهير الأهلي وهي محتفية به، وقال: عودة للماضي عندما كان مدربا لصن داونز ومفتونا بجماهير الأهلي. واهتم موقع الكاف يجيب اللقطة اللي عرضناها لكم الأسبوع اللي فات، واللي أكيد شفتوها كتير حضراتكم، لما كان بيلعب الأهلي في مارس الماضي وهو في الاستاد وشايف الاستاد كله أحمر وشكل الجماهير كان مبهج جدا، طلع الموبايل بتاعه بيتسو موسيماني وقعد يلف حوالين الاستاد يصور الجماهير في لقطة، كان زي ما الاتحاد الأفريقي قال كان واضح ساعتها مفتون بهذه اللحظة وهذا الجمهور. وضع هي اللقطة جد. هو يحمل تقدير للنادي الاهلي، ولكن هو نفسه قال: انا لم اتوقع اطلاقا في لحظه ان انا هكون مدرب هذا النادي وبتعامل من اجل احلام هذه الجماهير. ولكن ايضا الاستاذ هاني ابو ريده له تعليق مهم، ده مهم جدا في هذا الشأن، لان التعليق بتاعه بعد ما نسمعه له معنى. طيب، هاني ابو ريده قال ايه في تويتر له. وهاني ابو ريده هنا زي ما المهندس عدلي اشار، اولا عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، واحد من الأعضاء البارزين في أسرة كرة القدم الأفريقية، داعم للخطوة كمصري وكرئيس سابق لفترات طويلة للاتحاد المصري. قال المهندس هاني أبو ريدة: سعيد برؤية موسيماني في القيادة الفنية لأحد عمالقة القارة الأفريقية النادي الأهلي. أنا أدعم هذه الخطوة وأشجع الأندية والمنتخبات في القارة الأفريقية أن تقوم بالمثل وأن تمنح الفرصة لمدربينا ولاعبينا الأفارقة. سأظل أدعم الكرة الأفريقية إلى الأبد. ده كلام جميل، ده دعم الكرة الأفريقية. إزاي بقى؟ لأن أنت على فكرة لو الحركة دي نشطت وتبادلت الأسرة الأفريقية المدربين البارزين، ده يجي هنا وده دي أولا هتعزز من الروح الرياضية. بالظبط. النهاردة جنوب أفريقيا فيها متابعة لمدربهم المحبوب والنادي الاهلي. انا شفت صور كتيره للشباب لابس الفانيلا الحمراء. ايوه. اذا بشعار الاهلي مؤكد هتعزز من العلاقه.
تخيل بقى ان كمان الشمال الافريقي لو تبادل، طبعا كان في تجربه للاسماعيلي وكانت تجربه شجاعه ايضا. لكن انت عارف ان كاد حسام البدري يدرب كايزر تشيفز. هو كان هناك بيمضي العقد احد اكبر انديه جنوب افريقيا، وحسام البدري خارج من نادي الاهلي الى كايزر تشيفز قبل ان يستدعى لبيراميدز رئيسا لنادي بيراميدز. حتى انا يعني كنت بتكلم معاه بقول له انا كان نفسي التجربه دي تكمل وتنجح، كنت عايز اشوفك وانت بتحقق البطولات. فده كلام جميل جدا، وده بيدل على ان احنا بنطرق الباب بقوه وبنسهل الخطوه دي على اللي يجي بعدينا. طيب ده الكلام المهم، لكن ازاي مدرب الزمالك زكى الاهلي؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا اهتمام جنوب افريقيا كلها شعبيا ورسميا حتى بتعاقد بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. بيتسو موسيماني بالمناسبه استدعى مواطنه جونسون، كان المدير الفني لاورلاندو بيراتس، استدعاه مدرب عام للاهلي، وزي ما الراجل جونسون قال يعني بيتسو بلغني انه بيقود مشروع كبير جدا مع النادي الاهلي المصري ومحتاج مجهودي او محتاج وجودي معاه، فكان لازما اجي واشاركه في هذه التجربه المهمه. زي ما قلنا لكم الاهلي بيقود مشروع كروي كبير. كابتن شطه المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي رئيس اللجنه الفنيه السابق في الاتحاد الافريقي كان اشار الى انه بيتسو موسيماني كان واحد من اللي اهتموا بحضور كل دورات الترقي في الاتحاد الافريقي والحصول على رخص التدريب اللازمه. شط له رأي مهم في بيتسو موسيماني، قال إنه بيتميز بثلاث حاجات: مدرب يعني نزعته هجومية شديدة دايما وأبدا بيميل للعب الهجومي الصريع، وقال إنه كشخص وكإنسان سماته الشخصية إنه لا يلهث وراء المال وعنده شخصية قوية جدا وإصرار في أداء عمله. دي ملامح شخصية بيتسو موسيماني في تقدير الكابتن شط. ما هو شط اعرفه كويس لان شط كان مدير فني بيعمل تقرير عن صحيح البطولات عناصر اللعبه في افريقيا كان صحيح. كابتن محمد يوسف كمان مدرب او مدير الفني الاهلي السابق اللي رشحته وسائل الاعلام لتولي المهمه مؤقتا بعد رينيه فايلر قبل ما يجي بيتسو موسيماني، غرد يوسف وقال كل الدعم للنادي الاهلي العظيم في الفتره القادمه بالتوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة مستر بيتسو موسيماني ومعاونيه، وإن شاء الله قادرين على تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة. كل الآراء هتلاحظوها إيجابية جدا. الصقر أحمد حسن أيضا في تويتر له بيعدد مزايا موسيماني وبيقول أزار لديه فرصة كبيرة مع موسيماني. هو مش أزاره بس، هو أزاره طبعا، هو الراجل عايز يشوف كل العناصر، هو مش يعني مش هيجي على مواقف ثابته بالنسبه لاي لاعب. وهو قال كده، قال انا عايز اشوف كل العناصر، وبدليل ان احنا قلنا ان هو صعد 5 ناشئين عشان نشوف اذا كان يقدر يستفيد بحد من العناصر الجديده، وواضح استراتيجيته انه هيحاول يعني يريح بعض العناصر الاساسيه اللي هي تحملت العبء الفتره الماضيه علشان ما يتعرضش لمفاجآت واصابات زي الشناوي اللي انت كنت حريص الاطمئنان عليه ان هو شد في العضله الضامه واحتاج الثلاث اربع ايام، لكن الجهاز الفني ربما يريحه في المباراتين اللي جايين هو وناس تانية يعني علشان برضو خلاص ايه التارجت بتاعنا اللي جاي، اهم حاجه فيه ايه؟ الوداد. اذا احنا نعدي الوداد او نخطط ازاي نعدي الوداد، ده العنصر الاهم. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي ايضا في مقالاته في الشروق ولنا ملاحظه بيرصد 10 مشاهد في قصه فايلر وموسيماني والانفصال اللي حصل بين الاهلي والمدرب السويسري، ثم استخدام موسيماني في قرار جريء جدا ومهم، وقال دي مساله مهمه جدا وكان اختيار. بس هو نهاها يا استاذ ابراهيم، خلينا في عاشرا لان انا يعني عايز اناقشها دي. فعاشرا قال ايه؟ 10 حاجه يعني. كلام قديم ان سبب التعاقد مع موسيماني يعرف افريقيا ويعرف الوداد ويعرف لعيب الاهلي، فامر اولا
فهو أولا قبل المهمة لأن الأهلي النادي الكبير كما قال، ولأني أعرف عشرات المدربين الأوروبيين الذين حضروا للتدريب في القارة لم يكن أي منهم يعرف شيئا على الكرة الإفريقية. عندما تولوا المهام نجحوا باقتدار زي كل هدر الإرواء وخاليلوفيتش وألان جريس وهنري ميشيل وبتاع. هو عايز يقول يعني أن ده ممكن تجيب واحد ملوش خبرات إفريقية وينجح، طبعا ممكن، لكن في الظرف الضيق بتاع موسيماني. أيوة هي دي بقى. هو ده اللي فتح أصبح هو اصبح صحيح. فده مش كلام، هو كلام قديم جديد يعني هو في الظرف اللي احنا فيه ده هو كلام لازم يبقى من اهم العناصر التربيع. العناصر في عندك ماتش بعد 10 ايام في في, في, آه في في قرارك بالظبط، فانت ما عندكش وقت. او طرف كلور لروا ممكن يكون قاعد سنة أو اتنين يخسر وبعدين ابتدى يكسب، صحيح. أو ستة أشهر يكسب ويخسر وبعدين كسب. والحالات الفردية لا يمكن القياس عليها، في ناس بتاخد وقت وناس ما بتاخدش. حتى لو وهو جريس ما نجحش ازاي في أفريقيا. فهي أحيانا الظرف بيفرض عليك القرار. فهي بس كان لازم يبص على الظرف وتوقيته. الدكتور ياسر أيوب الاحترام الكروي لجنوب أفريقيا في مقالة مهمة أيضا عن جوانب جنوب أفريقيا وإزاي جنوب أفريقيا كانت شريكة لمصر في تأسيس الاتحاد الأفريقي منذ البداية ولم تشارك في الدورة الأولى للأمم الأفريقية 57 بسبب انتهاكها سياسات التفرقة العنصرية، ودي السياسة اللي خلت الفيفا أسقط جنوب أفريقيا من عضويته وفضلت معزولة دايما وأبدا عزلة سياسية عالمية رياضية كاملة لغاية 91 لما تخلت جنوب أفريقيا عن سياساتها العنصرية فعادت إلى الحظيرة الدولية ومن ثم الرياضية. مؤكد جنوب أفريقيا هي دولة من الدول الكبرى في أفريقيا نظام بكأس العالم، فيعني بمسؤولية وتوجه، وكان نوع من يعني يجوز كان تقدير لتخلصها من العنصرية في وجود يعني رمز التخلص الأيقونة التاريخية مانديلا. فحتى هو كان رئيس الملف، وأنا صحيح. كنت في الكونغرس مدعو أنا والكابتن عصام بصفة سكرتير الاتحاد ورئيس الاتحاد في كان هي 100 سنة على أو 50 سنة، يعني كان مناسبة للاتحاد الإفريقي متزامنة مع الملف ده. وشفت مانديلا بيعامل ازاي هناك في سويسرا في الاتحاد، كل الناس بتعامله ازاي وجنوب افريقيا. اذا جنوب افريقيا لما هذه الدوله الكبرى في افريقيا تنظر الى مصر، هذه الدوره الكبرى والاقدم والاكثر عراقه في القاره الافريقيه، وتنظر الى النادي الاهلي انه رمز الرموز الكروي، وان دي خطوه متقدمه لرمز التدريب عندهم، كل دي حاجات لازم نتوقف قدامها ونشعر بالفخر ان احنا اهلاويه زي ما قال الاستاذ خالد بيومي يعني. صحيح. طيب بيتسو موسيماني في حوار مهم طبعا شفتوه في المؤتمر الصحفي هنا وشفتوه حتى بعد المباراه، لكنه قبل ما يجي القاهره كان عمل حوار مهم في احد المواقع المهمه في جنوب افريقيا شوت اونلاين قبل القدوم الى القاهره. الحقيقه كلامه هو هنا شيء طبيعي، حس بهذا الدفء وهذا الاهتمام الجماهيري والشعب الكبير جدا وقيمة النادي الأهلي، وحتى لما قال أنا قريت على الأهلي وتابعت الأهلي بس لم أكن أتخيل أنه بهذه القيمة الكبيرة جدا إلا وأنا جوه النادي. قبل ما يجي قال موسيماني لشوط أونلاين الحوار اللي نقلته مواقع مصرية كتيرة منها في الجول، قال أنا كنت سعيد جدا بتلقي هذا العرض، دي كرة القدم اللي بتتغير باستمرار، شعرت أنها فرصة ضخمة وهوية الأهلي أثرت في قراري. تكلم كتير على طب أنت مش خايف تدرب الأهلي؟ قال لك طب أخاف ليه؟ ما أنا واجهت الأهلي أكتر من مرة وواجهت فرق بالضخامة دي كتيرة. قال في الحاجة المهمة بالحديث عن ميتشو كان دي لحظات دخوله النادي الأهلي، مدة العقد قال سنتين، بيقول ان انا اول ما جاني عرض النادي الاهلي تحدثت الى صديقي ميتشو، وميتشو كان سبق له تدريب نادي الزمالك وعنده خلفية كاملة طبعا عن الكرة المصرية. ميتشو درب في اورلاندو بيراتس فعنده علاقة مع بيتسو موسيماني.
فقال انه مدرب الزمالك السابق لما سالته قلت له ايه رايك، انا جاي لي عرض من النادي الاهلي المصري، فبيقول موسيماني النمتشو قال لي يا لها من فرصه عظيمه، اذهب فورا لا تفكر مرتين. وقال انه ميتشو هو اللي حفزني وشجعني جدا، وقال لي استغل الفرصه لانه لو سرت الامور بشكل جيد جدا فلا يوجد اي شيء لتخسره، بل ستفوز بالكثير جدا مع الاهلي. دي القوس اللي هو جه عشان يشوفها في دولاب البطولات ويمسك الوسام بتاع شعار نادي القرن وهو فخور وسعيد. مؤكد. واللي يسعدك اكتر ان ده راي ميتشو اللي جه القاهره وشاف الاهلي ونافس الاهلي ونافس الاهلي وشاف حجم الاهلي ويقدر يدي صوره صادقه لزميله موسيماني. لكن انا في هذا الحديث هو قال حاجه انا توقفت قدامها لما قال تلك التجربه على تجربه انتقاله النادي الاهلي مش لما تتولي تدريب ريال مدريد او برشلونه في اوروبا او فلامينجو او سانتوس او ريفر بليت او بوكا جونيورز في امريكا اللاتينيه، ان الامر بتلك الضخامه بالطبع المخاطر كبيره في تلك الانديه، وان نظرنا لسجل المدربين معهم فلا يوجد مدرب يظل لفتره كبيره، ولكن قبل تولي تدريب سان داونز حدث في النادي الامر ذاته. هو فات بكده لان سان داونز هناك واحد من انديه المقدمه والاكثر شعبيه. وقال انا قعدت 8 سنين هو يعني. وطبعا ده طبيعي جدا لما تسال مدرب انت مش خايف؟ لا، هيقول لك حاسس بالمسؤوليه، حاسس بضخامه المسؤوليه. وهو مؤكد لما كان بيصور الجماهير حاسس بمسؤوليته تجاه هذه الجماهير، حاسس بحجم التوقع الذي ينتظره، وجاي على تحدي رهيب جدا. هو بيلعب ضد الوداد في السيمي فاينل الافريقي، يعني خطوه تفصله عن النهائي امام احد ابطال القاره. فهو شاعر بالمسؤوليه، ولكن مؤكد برضه عنده ثقته في نفسه، الاجابات بتاعته منطقيه جدا. هو واجه الوداد مرتين في السيمي فاينل مع سان داونز، وده اللي خلى موقع سبورت المغربي يقول موسيماني يسعى الى تكسير عقده فوز الوداد عليه مع الاهلي. وبمناسبه الوداد والرجاء منافسي الاهلي والزمالك، الدوري المغربي يا جماعه باقي فيه اسبوعين فقط. الرجاء حاليا بيتصدر عنده 54 نقطه، الوداد عنده 53 نقطه بيقل عنه نقطه، نهضه بركان الثالث عنده 51 نقطه. نتائج امبارح كانت نهضه بركان تعادل مع الرجاء 2-2، وحسنيه اغادير تعادل مع الوداد 1-1. مباريات الفرق الثلاثه في اخر جولتين، جولة 29 يوم الأربعاء. على فكرة الوداد جدوله مع الأهلي، يعني الأهلي عنده حد وأربع وحد ثم يسافر إلى المغرب. أيضا نفس الأيام حد وأربع وحد، هتكون دي الأيام اللي هيلعب فيها الوداد. الوداد عنده سريع وادي زم، والرجاء عنده أوليمب خربكة، ونهضة بركان عنده المغرب التطواني. الأسبوع الثلاثين الأخير هيكون يوم الحد 11 أكتوبر، الرجاء هيلعب مع الجيش الملكي، والفتح والوداد هيلاعب الفتح الرباطي، ونهضه بركان هيلاعب اولمبيك اسفي. دي الثلاث ماتشات او الماتشين اللي باقيه للثلاث فرق. ناس كتيره قالت الاهلي راح يجيب موسيماني، لانه حتى في بعض الناس للمدعبات قال لك ما هو موسيماني، الاهلي جاب موسيماني علشان كسب الاهلي خمسه. موسيماني اذا كان عنده رقم قياسي انه النادي الاهلي اكبر هزيمه في تاريخه الافريقي خسر من سان داونز خمسه، ايضا بيتسو موسيماني عنده رقم مع الزمالك. المدرب الوحيد ربما في تاريخ مشاركات الانديه المصريه اللي كسب فرقه في بطوله واحده ثلاث مرات. موسيماني كسب الزمالك في 2016 ثلاث مرات، كان معاه في المجموعه فكسبه مرتين، ولعب معاه في الفاينل كسبه هناك 3-0 وخد البطوله. فده كان ثلاث مرات او ثلاث هزايم على الحقيقه، اللي خد فيها البطوله احسن، والبطوله واحسن مدرب صحيح، وكسب مازيمبي وكسب، يعني عمل نتائج هائله. لكن هو برضه له جمله صغيره كده، اصل انا بحب اتوقف عند الكلام ده. قال لو قمت بوظيفتي بشكل جيد سيصبح كل شيء جيد.
هيصبح كل شيء جيد. إن الأمر لا ليس له علاقة بالشجاعة ولكن بالرغبة والقدرة. فأنا أنا أنا محترم هذا الكلام وأرجو يقوم بعمله بشكل جيد. ده بيتسو موسيماني. فايلر مشي من الأهلي ليه؟ هل آن الأوان الناس تعرف فايلر مشي من مصر ليه؟ بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مستمرين في تناول تجربة ميتسو موسيماني بكل تفصيلاتها مع الأهلي، إيه اللي جاي فيها، محاولة استشراف القادم في هذه العلاقة المهمة جدا اللي يتوقع أن تكون فارقة في مسيرة الأهلي الكروية إن شاء الله مع هذا المدرب الجنوب أفريقي الطموح. لكن ريني فايلر المدرب السابق اللي مشي، ناس كتيرة اتكلمت هو ايه سبب مشيانه، لانه فجأة حتى حسن مستكاوي وهو بيعدد 10 نقاط كتيرة فيها تفصيلات عن هذه المسألة. ديفيد سيزا المساعد المباشر المدرب العام اللي كان موجود معاه اتكلم في قناة النهار فقال انه ريني فايلر تقريبا وقعت كورونا هي اللي اثرت في مسيرته مع الاهلي، وقال انه اتهز بعد هذه المسألة وانه ما بقاش مبسوط انه يستمر، على اعتبار انه هو رايح اوروبا، يعني اللي هي خلي من كورونا. ده مصر بالنسبة لاوروبا هي الامان من الكورونا. صحيح. اتكلم كمان ديفيد سيزا عن ملعب التيتش وقال انه كان بيبقى سعيد جدا بالتواجد فيه. وهنا عايزين نفكر بس حضراتكم حاجة، لانه فجأة كل حد يطلع يقول الملعب التيتش ونجيلة الملعب والأهل ما طورش وما غيرش نجيلة التيتش، كلمة قالت وتمت المتاجرة بيها كتير. أدينا شايفين امبارح الشناوي بيتعور، أظن المباراة ما كانتش في استاد التيتش، قبل منه محمود متولي في المباراة مش في استاد التيتش. نادي الزمالك يتحدث بغضب شديد عن عدد الإصابات الكتيرة اللي في فريق الزمالك، وأظن الزمالك ما بيتمرنش في استاد التيتش. ف يعني البغبغائية اللي باستمرار بتكرر نفس المعاني، مش واخدة بالها ان الاصابات العضلية واصابات المفاصل بتحصل في اي مكان، ملوش علاقة بالمتاجرة بفكرة اصله الاهلي ما غيرش نجيلة التتش. الاهلي كان عايز يغير استاد التتش ويغير النجيلة، بس تحتاج حوالي 4-5 شهور اغلاق تام، وطبعا الفريق بهذا الشكل المضغوط وتدريباته ما كانش يقدر يهز الاستقرار الفني بتاع التدريبات على ملعب التتش اللي اتكلم عنه ديفيد سيزا، وانه كان بيبقى مبسوط جدا بالتواجد فيه. لكن كمان يا باشمهندس ريني فايلر بقى كشف في حوار مهم مع احدى القنوات السويسريه عن ظروف عمله في النادي الاهلي واسباب مشيانه، ففوجئنا انه بيتكلم على انه موضوع كورونا كان له تاثير مباشر، وقال اصابه المساعد بتاعي بكورونا هزني جدا وخلاني افضل موجود في مقر اقامتي فتره طويله، بس كمان قال من ضمن الاسباب ان انا ما كنتش قادر استمتع بخصوصيتي. الاهلي له شعبيه كبيره جدا، جمهور الاهلي يملا كل مكان، بيقول حتى لما بحاول اتعشى بره واتخفى من الناس بتعرفني، فما بقدرش اخد راحتي بالشكل الكافي. دي مدارس مختلفه. بنشوف مدربين منهم مانويل جوزيه بيشعر انه احاطه الجماهير بيه واهتمام الناس بيه بيسعده جدا وبيحسسه بقيمته. بيتسو موسيماني عنده هذا البعد الإنساني في شخصيته أيضا، لكن ريني فايلر كان يضيق صدره بهذا الاهتمام الشعبي بتواجده في أي مكان. قال إن أنا ما كنتش مستمتع بخصوصيتي الكافية، طلبت إن أنا أرجع أقعد مع أسرتي، أنا عندي الأولوية بشكل كامل مع أسرتي، فتم الانفصال عند هذا الحد، رغم إنه قال كنت أتمنى الاستمرار وكنت أتمنى إكمال دوري أبطال أفريقيا، لكن مع إدارة النادي توصلنا إلى فك الارتباط عند هذا الحد. وقال أنه بند العشر أيام لإعادة مراجعة العلاقة كان بين الطرفين بحيث أنه كل طرف ينظر ماذا يرى. ده كان حوار مهم جدا لريني فايلر في الخارج. لكن هقول لكم من الحاجات الغريبة جدا، اتفضل. هو بس يعني الناس اللي تقعد تتكلم الاحترافية، ما احنا جايبين مدرب محترف جدا، لما يتكلم على ان الغربه ازعجته، لما يتكلم على ان شعبيه النادي الكبيره ارهقته، فين الاحترافيه هنا؟ فايلر مدرب مودي رغم انه يبان انه صلب جدا،
لكن واضح حتى انه فجأة بياخد بينه وبين نفسه كده مواقف وقرارات، وواضح انه هو شخصية يعني عنيدة، يعني ما بيشورش حد، يعني اللي في دماغه هو اللي بيقوده. فما حدش يقعد بقى يحاول يوصل يا ترى ايه اللي مشاه من النادي الاهلي، لا هم مش من النادي الاهلي لان خلاص بقى قعدته في مصر ما مش مسببه له الراحه اللي هو كان عايز. اسرته بقى مش اسرته، لكن دي تفاصيل لا يمكن يكون من اسبابها انه مش ان مصر مش بلد مبهجه، لان كل الجهاز اللي معاه ندمان ونفسه يكمل، وبيقول لو يعني سيزا بيقول لو جالي شغل في مصر هقعد، بقول لك لو طلبوا مني اكمل كنت هكمل وكمل، لكن حتى لو جاله شغل في مصر بره الاهلي هيقعد حابب مصر مدرب الحراس ينقل حراس قاعد سعيد، كل الجهاز بتاعه متضايق انه ما خدش وده معاهم ما عملهمش حساب، هم مبسوطين في مصر. الوحيد اللي عنده هذا القلق يبقى حاجه تخصه في شخصيته ما تخصش الظروف. طيب مهندس عدلي اشار للاحترافيه، اظن شفتوا حضراتكم بمنتهى الاحترافيه والانضباط والهدوء الاهلي بيفك الارتباط مع رينيه فايلر، وتقريبا في اللحظه اللي كان بيفك الارتباط فيها مع فايلر كان فاتح اتصال سريع وعاجل ومهم جدا مع بيتسو موسيماني. الكرسي ما فضيش ساعه، اللحظه اللي مشي ده كان ده موجود، شفنا فك ارتباط محترم، شفنا منتهى الهدوء، ما حدش من الاهلي على المستوى الرسمي طلع او المستوى الرسمي او الاعلامي طلع اساء لفايلر. احنا هنا في ملك وكتابه قلنا لكم من البدايه ما احناش مهتمين ان احنا نذكر اسم الجورنان او اسم الموقع، لكن بنشوف الموضوع. لكن الحقيقه العنوان ده انا حرصت ان انا اقول ده من الاهرام المسائي، لانه غير معقول ابدا وانتم شايفين فك الارتباط بالشكل الحضاري المحترم اللي ما صدرش فيه اي اساءات يتقال في عنوان كبير الاهلي يتفرغ للانتقام من فايلر. ليه الانتقام من فايلر؟ يتفرغ للانتقام ليه يعني ايه التفرغ اللي عمله الاهلي عشان ينتقم من مدرب؟ ممكن اسالك سؤال، هنكسب ايه يعني؟ يعني بهدف ايه؟ لا يعني دي عناوين للاسف متصورين انها بتؤدي الى يعني ترند او بتؤدي الى اهتمام او تزود نسبه المبيعات. لا كده احنا ما بنعلمش الناس حاجه. لا يمكن يكون النادي الاهلي منشغل بفايلر ثانيه بعد ما مشي. ويطلع حد برضه من الزملاء يقول لك الاهلي ادى، يعني شفت انا الزميل عمرو الدردير مع سيف زاهي يقول لك الاهلي ادى رقم فايلر للجماهير عشان سلام. عشان تشتمه هو او تهاجمه. فالكابتن سيف قال له طب ليه؟ قال له مين اللي عنده الرقم؟ فسيف زاهي قال له انا معايا الرقم. وكل الزملاء اللي استضافوا فايلر او تعاملوا معاه عندهم الرقم، وصحفيين كتير عندهم الرقم. فايلر قال ان في حد بيتكلم يشتمني؟ فايلر قال ان انا تلقيت بعض الرسائل الغاضبه مني، يعني ده حصل. طب مين قال ان الاهلي ممكن يعمل كده؟ ومين قال ان الاهلي ممكن يتفرغ لحاجه زي كده؟ طب هنكسب ايه يعني؟ ايه المكسب؟ ما هو خلاص الارتباط تم فكه، الراجل مسافر ولغايه دلوقتي ما صدرش عنه اي شيء يقول انه فيه اي شيء من اساءه العلاقه معاه. قالها الكابتن جمال عبد الحميد وقالها اكتر من واحد. الاهلي مشغولين الجمهور على مشغولين قوي باي حاجه سلبيه عن النادي الاهلي، ربما كل واحد بيتكلم على واقع اللي بيشوفه فمتوقع ان هو كل الناس هتتصرف كده. لكن بنشوف على زي الاهلي ما قال لفايلر اللي انت عايزه بنوفره لك، الخطيب بيقول لموسيماني طلباتك في الاهلي اوامر. مش بس موسيماني، اي مدرب بيرتبط بالنادي الاهلي اللي بيحتاجه بيطلبه، ودي اساسيات العمل ونظام النادي الاهلي. حلم موسيماني اصبح حقيقه، الاهلي بيرصد 2.5 مليون يورو لتنفيذ اول مطالب المدرب الجديد وتاجيل حسم موقف المعارين. وكمان هنلاقي موسيماني بيطالب او بيطلب تقارير عن بنون ومحمد ابراهيم والمصابين، والمدير الفني الاهلي يحسم موقف المدرب المساعد خلال ساعات، قلت لكم استدعى مواطنه جونسون ويؤكد ضم سيرينو، كلام لسه سابق لاواني قوي. ملف الاجانب والمعارين في يد موسيماني ده امر طبيعي جدا. برضه ما سالت سيرينو والربط بينها وبين وجود موسيماني، ما هو القرار مش عند المدربين. صحيح. والا كل مدرب يمشي ياخد الفرقه معاه. صحيح. خارطه طريق جديده في الاهلي، سيرينو يظهر واجايه وجيرالدو يترقبان. موقع ثاني موسيماني يحدد مصير صفقات الاهلي في الصيف ويفتح باب ملف المعارين. كلها امور طبيعيه تقدر لو كان اي سيم او صاد مستمر كمدرب هتلاقوه هو اللي دي اختصاصاته.
الاهلي يسلم موسيمان قياده الكره موسيمين والمدرب يصطدم بالمعارين ما اعرفش ليه. الاهلي يعيد فتح ملف التعاقد مع حارس مرمى وترشيح الشناوي وسليمان وجاد. لكن يعني شايفين حضراتكم منتهى الاهتمام بموسيماني وهيعمل ايه. لكن خد بقى وانت في هذا السياق، الاهلي عالميا في الرياضه بشكل عام، مش بس على مستوى احنا اهتمام افريقي كبير جدا، لكن بطلات الاهلي في الالعاب الفرديه. اذا كان الاهلي على المستوى الجماعي، النهارده كنت بكلم الكابتن رؤوف عبد القادر، الناس برضو انشغالها بنتائج الالعاب الجماعيه. انت خدت كل البطولات في الكره الطايره، اخدت درع كره السله، الدرع العام لكره السله، كره اليد الموقف مجمد حتى الان لم يحسم نهايه الموسم. لكن في الالعاب الفرديه ميار شريف بطله التنس تتالق في رولان جاروس، وشفتوا حجم الاشاده العالميه بيها، شفتوا هنا جودة. ده تاريخ، لان اول واحده في التاريخ التنس المصريه. يعني تجاربنا كانت قبل كده مع اسماعيل الشاشي والجمودي واللي مش عارف ايه، لكن ان انسه او سيده انها تعمل هذا الانجاز وتلعب في احد البطولات الكبرى في الجراند سلام، طبعا دي ميار شريف. وعملت كانت كسبانه مجموعه، واخر مجموعه بتنافس لاخر لحظه. وكابتن رؤوف قال ان هو النادي مهتم جدا بتكريمها وكلمها الكابتن الخطيب صحيح، والكابتن الخطيب هنها على هذا الظهور المشرف في رولان جاروس. طيب ايضا في تنس الطاوله، بطله مصر المبهره جدا وبطله افريقيا واللي ليها حضور قوي جدا في المحافل الافريقيه والدوليه اللي تاهلت للاولمبياد، دينا مشرف. دينا مشرف غلاف مجله الاتحاد الدولي لتنس الطاوله يتحدث عن هذه البطله المصريه وانجازاتها الكبيره في اللعبه. دينا مشرف برضه عشان نقول هي بنت دكتور علاء مشرف اللي هو من اسر التنس طاوله، والدته لاعبه تنس طاوله وعمته بطله افريقيا في تنس الطاوله، والحقيقه يعني او خالته الناس الدرويش طبعا احد اساطير تنس الطاوله في مصر وافريقيا، فهي طالعه يعني جيناتها كلها تنس طاوله. هو طبعا جدها الدكتور وفيه مشرف، والدكتور اللي كان رئيس الاتحاد المصري صحيح، وكان سكرتير تنس طاوله في النادي الاهلي، فهي من اسره. وعمتها نهال مشرف على فكره، فانا عايز اقول عمتها نهال مشرف زوجة الكابتن تنس الطاوله يعني هي محاطه ما شاء الله كده. تنس الطاوله في النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم من ايام ما انا كنت ماسكهم في الستينات هي لعبه عائليه صحيح، وبيتزوجوا حتى اللي يعني لما حد غريب يحصل تزاوج فتبص تلاقيهم بقوا قرايب، لانهم كلهم بيبقوا عارفين بعض وكلهم على خلق وكلهم على طبيعه معينه. فطبعا دينا مشرف وجه مشرف اسم على اسم يعني. صحيح، كل التوفيق ان شاء الله لدينا مشرف والهنا جوده الصاعده اللي بنت الاهلي اللي تصدرت تصنيف نشآت تنس الطاولة على مستوى العالم تحت 15 وتحت 18 سنة. ما شاء الله، هو ده الأهلي وهي ديت ثمار نجاحات ولاده في كل الألعاب، كرة اليد المحترفات بره والسكواش والسكواش طبعا عسل صحيح عمرو عسل ولا هاني عسل؟ لا هاني عسل صديقنا الصحفي عمرو عسل عمر عسل. فطبعا كل دي نماذج مشرفة جدا، وده دور النادي الأهلي بقى اللي ما حدش واخد باله منه. ازاي انت وانت الرائد في كرة القدم والذي تحقق الألقاب العالمية قادر تضخ في شرايين الرياضة المصرية كل هذه النماذج العظيمة جدا. ان شاء الله نوعدكم بإطلالة على أبطال الأهلي واللي واخدين بطولات عالمية وأفريقية كبيرة في الألعاب الفردية. ده كان كل ما نشر في كل الجرايد والصحف حوالين سواء رحيل فايلر او موسيماني والرؤيه العامه، لكن في كلام كتير جدا بعضمة لسانه. بيتسو هدف بلس 90 ليه؟ ودي النقطه اللي قالها الاستاذ حسن المسكاوي. اعتقد لما يكون الوقت ضيق جدا
وكابتن محمود الخطيب يسجل هذا الهدف في هذا التوقيت المتاخر والمزنوق يبقى ده هدف مهم جدا. لما انا اقول لك هي لحظه صدق. ما كانش متدور على صفقات مبهره قد صفقات من الناحيه الاحترافيه، والعمليه تكون صفقه مناسبه للظرف وعلى قدر المسؤوليه. ما كنتش عايز تهز فرقتك، انت فجاه قبليها ب 10 ايام طرح موضوع ان فايلر يمكن يمشي، وهو نفسه لما جه يقول لي الاسباب قال اصابه سيزا بالكورونا هزني، اللي هي كانت قبليها بحوالي اسبوع 10 ايام، فما كانش في تفكيره ربما قبل كده انه يمشي. الله اعلم. لكن بسرعه، انك هي دي الاحتراف، بسرعه تتعامل مع الازمه وتعالجها ازاي؟ وبصدق وشفافيه دون انك زي ما جبت فايلر برضو والناس كلها متوقعه انك تجيب اسم تستخبى وراه. يعني اي اداره ممكن بتفكر في نفسها هتجيب اسم كبير اعمل لكم ايه، جبت لكم فلان. لكن هم حطوا المواصفات اللي فعلا كان تقدر تحقق نجاح، وفايلر حقق نجاح مع النادي الاهلي. مارجو موسوماني اللي هو جه في اللحظات الاخيره كاختيار مناسب جدا، واستفاد الخطيب من العلاقه اللي بدري بينه وبين رئيس جنوب افريقيا في المجاملات سان داونز، في المجاملات اللي تمت بينهم، ان يبقى في نوع من ان العشب اقدر اطلب منه الطلب ده. فقال لهم لو موافقين ناخد موسيماني، ده شرطنا موافقتكم، تكونوا موافقين انتوا لا، عشان ما حدش يقول لك ما انت خدت. لا، لو قالوا لا والله مش هنقدر كنا هنشوف حد تاني. لكن الحمد لله الدنيا مشيت بالسهوله دي، كل الرغبات طلاقت. يعني هي التوفيق اللي في الصفقه دي ان ما خدتش وقت، المدرب عايز يجي ما ضيعناش وقت، رئيس النادي موافق شايفها حاجه ايجابيه، ما خدتش وقت. انت في قرارك عندك اسبابك الموضوعيه، لجنه التخطيط معاك خدت، فهو هدف بلس 90 ده اسمه موفق لي. طيب بيتسو بلس 90، نشوف بعض الاراء حوالين هذه الصفقة المهمة جدا، والبداية بالكابتن سيف زاهر. أنا بحيي الأسطورة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة نادي الأهلي. ليه؟ ليه بقول الكلام ده؟ بقالي فترة الأهلي مختلف. الأهلي مختلف. يعني إيه مختلف؟ يعني الأهلي لما تيجي النهاردة تكلم مجلس إدارته، تيجي تكلم مجلس إدارته أو تنصح، بتلاقي الكلام بيتنفذ على الأرض، تتكلم على قطاع الناشئين تلاقيه بيتغير. تتكلم على صفقات تلاقيها بتجرى في سريه تامه وتلاقيها سريعه جدا، تلاقي اللي انت بتقوله بيتعمل. موسيماني وقع ضربه معلم في التوقيت، عشان بقى ايه نتكلم في كل جزئيه لوحدها، في التوقيت في القرار. سلام عليكم يا عم، انت بتدرب النادي الاهلي، انت هتقعد تقول لي بكره وبعده وعندي ظروف وعندي مش وامضي في سويسرا وامضي على البحر وامضي في الكشك اللي جنب؟ يا عم متشكرين، سلام عليكم. فاذا ضربة معلم يستاهل عليها الكابتن محمود الخطيب الإشادة والتحية. هو أكتر واحد يشغل المكنة سريعة دلوقتي، وده اللي أنا عايزه. هو أنت عايز إيه؟ عايز أكسب بطولة أفريقية والدوري والكأس، أنا كده كده بكسبه، وإن شاء الله هكسبه بموسيماني برضه. مفيش مشاكل. هكسبهم بالاجتهاد في منافسة طبعا مع نادي الزمالك، ومنافسة شرسة ومنافسة قوية، لأن الزمالك برضه جايب باتشيكو ومعاه فريق قوي. ولكن دلوقتي بتكلم على النادي الأهلي. خلاص، اذا النهارده هو اختيار الافضل. انا متفائل ان يعمل حاجه كويسه، واي حد تاني بيقول اي حاجه ما تخصنيش. انت جبت من القاره الافريقيه، انت اول مره تاني مره، ما انا مش فاهم اصلا الكلام ده ولا اقدر اعيده، يعني مش فاهمه. انا مدير فني كويس لفريق كويس اجيبه، انا عايزه المرحله دي، هو الافضل بس، شكرا سلام عليكم. المده سنتين كويسه، لان انت عايز البطوله الافريقيه وعايز الدوري. إذا هو اختيار كويس، أحكم على موسيماني إن مدير فني كويس أو لأ بعد البطولة الأفريقية، بعد بطولة الكأس، بعد ما أديله فترة مع النادي الأهلي. ولكن هي تجربة الأقرب للنجاح. هو اختيار كويس وضربة معلم كابتن الخطيب. هو اختيار لقى استحسان الأستاذ سيف زاهر. طب نشوف إبراهيم سعيد. رأيه إيه؟ إبراهيم سعيد بيفاجئك بإنه قدام الكاميرا مختلف. يعني فعلا في نضج. بينضج. ساعات بيبقى بيفتكر إنه إبراهيم سعيد العفياجي بيعمل، لكن بشكل عام أنت
تقدر تخرج منه بكلام موضوعي شويه. ابراهيم انت مع ان موسيماني؟ انا مع موسيماني جدا، من المدربين اللي انا بحبها جدا ومن المدربين اللي لهم فكر. انا اجيب لك بس الخلاصه على الموضوع بتاع موسيماني ده. ايه طب ماشي. الراجل ده الراجل ده من المدربين كويسين جدا، انت بعد عنه بس. والناس اللي جوه الجنينه يعني جنوب افريقيا بتجيب مدربين احسن من الناس اللي جوه الجنينه يبعدها. اسمعني بس، ممكن بس اكمل؟ هم دول مش ولاد النادي الاهلي. هو الكابتن مجدي مش الراجل ده مدرب كويس قوي. وعايز اقول لك حاجه، من افضل المدربين اللي جم في الفتره الاخيره بعد فايلر، مدرب ليه خبره افريقيه. احنا شفنا لسه، انت بتحكم عليه دلوقتي. الراجل ده ادوله الصلاحيه يجيب لعيبه. الراجل ده عينيه حلوه جدا في الملعب، بيختار لعيبه بمستوى كويس، ادوله الحريه ان يقدر يختار لعيبه. الراجل ده هيرجع النادي الاهلي في خلال سنه او سنتين للمكانه بتاعته الطبيعيه. طيب ده راي الكابتن ابراهيم سعيد، انه اديله الفرصه، هاتوا له اللعيبه، خليه هو اللي يختار. وهو طبعا ده طبيعي جدا، ده سواء هو موسيماني او فايلر او مانويل جوزي او اي مدرب، في النهايه ما دام هو اللي موجود مفيش لاعب هيجي الا بموافقته، ومفيش لاعب هيتسجل الا بقراره. دي اعتقد اساسيات العمل في النادي الاهلي. لكن قلت لكم انه بيتسو موسيماني عنده رقم شخصي، انه ربما كان المدرب الوحيد اللي كسب فرقه في بطوله واحده ثلاث مرات. كان تفوقه على الزمالك ثلاث مرات في بطوله واحده. عشان كده اعتقد مهم جدا نسمع راي واحد من نجوم الزمالك الكبار، الكابتن حازم امام. على فكره اختيار جريء موسيماني، يعني انا بشوفه لاعب كويس قوي. اختيار جيد. انا بحب طريقه لعب جنوب افريقيا بشكل عام، حتى المنتخب بيلعب. هو الراجل عنده فكره. هم عندهم سيستم في جنوب افريقيا، ده نفسي يعملوه في مصر، يبقى عندنا سيستم ازاي نلعب. يعني انت دلوقتي جنوب افريقيا اي فرقه بتلعب في منتخب او بيلعب فرق، هو السيستم تدوير الكوره، اللعبه الحلوه، اللعب في الرجل، ما بنلعبش كوره عاليه، بنلعب دايما نستحوذ. كل فرق جنوب افريقيا او معظم الفرق بما فيهم المنتخب في مدرسه. فكرة موسيماني راجل خد بطولة افريقيا قبل كده، بينافس مع فرقة حط فرقة صن داونز في حتة كبيرة في الدوريات الافريقية او تشامبيونز ليج الافريقي، وبالتالي عنده خبرات. ولما جه معانا هنا على فكرة فحلل معانا في بطولة افريقيا اللي فاتت، تحس ان هو نفسه يجي مصر. يعني دايما واحنا بنتكلم معاه هو بيحب مصر جدا، عارف الاجواء. هي جرأة انك تجيب واحد من القارة الافريقية يمسك النادي الاهلي. لو نجح طبعا هتحسب للنادي الاهلي، لكن لو ما نجحتش هيبقى ليها. انتوا جايبين واحد ما جاش قبل كده، ما طلعش بره افريقيا، جايبين واحد زيكم في افريقيا. طب ما مصر احسن في الكوره في افريقيا. نفس فكره، عارف ايه؟ لما انجلترا طلعت دايما كان مدربين فنانين انجليز، وفجاه راحوا جابوا ايركسون من السويد مش زي انجلترا في الكوره خالص، بس راحوا جابوا ايركسون مثلا، وبعد كده جابوا فابيو كابيلو، وابتدت الامور تبقى عاديه بعديها. لكن اول طلعه دي بتبقى غريبه شويه. فهو اختيار جريء، مدرب ككوره وكلعيب وكفرقه. انا بحب فرقه صن داونز، بحب فرقه جنوب افريقيا، بيلعبوا كوره حلوه. ولو لعب بالشكل ده، لكن هي النظريه دلوقتي هو جاي على اسبوعين هيعمل الشكل اللي هو اطلع بالكوره من تحت والسيرد باك يبتدي الهجمه والكلام ده، صحيح هيبقى وقته قليل. فهي دي النظريه، ان انت الوقت مش في صالح الطريقه اللي هو عايز يلعب بيها، هي دي بس الملحوظه. يعني كابتن حازم امام مبسوط من كرة جنوب أفريقيا، مبسوط من موسيماني تحديدا، وأنه بيلعب الكرة ليها هوية وليها شخصية. كرة جنوب أفريقيا كرتهم حلوة، ده كلامه هو. وأنه شاف القرار جريء وشجاع. هو جريء وشجاع لأنه في صدق، في واقعية، وأنا معاه. يعني أنا متفق أن القرار جريء وشجاع. ناس كتير تخاف تاخد القرار ده، لكن هو قرار زي ما قال بقى الكابتن طه اسماعيل. بس كابتن وائل جمعه الاول هنشوف كابتن وائل جمعه، لكن الكابتن طه اسماعيل قال الكلام ده. نشوف الكابتن وائل جمعه كواحد من نجوم تجربه مختلفه. وائل جمعه كان واحد من ركائز تجربه مانويل جوزيه، واجه طبعا صن داونز كتير جدا، اكيد رايه مهم في التعاقد مع موسيماني. هل سينجح موسيماني في الاهلي وهو ليس مدربا اوروبيا؟ ما اقدرش اجاوبك طبعا، انما نتمنى انه ينجح. انا اتمنى انه ينجح. ابتسمت ابتسامه لا لا معاني كثيره. السؤال ما يعني سؤال طبعا ما ينفعش يا يوسف يتسال، انت هينجح ولا لا؟ ما تقدرش. انا اتمنى انه ينجح. توقعاتك؟ التوقعات انه ينجح ان شاء الله. ما فيش مدرب يخش النادي الاهلي يوسف، البيئه خصبه وبيئه صالحه للمدرب للشغل.
انما لو هنتكلم على الاختيار من البدايه انا اشوف ان هو اختيار ممتاز وموفق جدا جدا من كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط اللي اختارت المدرب ووضعت عينيها في وقت مناسب جدا ووقت صعب جدا. اختيار واقعي ومنطقي جدا جدا لتحقيق هدفك. البطوله الافريقيه اصبحت هاجس عند النادي الاهلي. طيب في تصريحه قال كان حلمي ان ادرب واحدا من انديه شمال افريقيا، بالتالي المدرب عنده الحافز لتحقيق شيء مع الأهلي. الأندية الشعبية الكبيرة جدا ليها شعبية كبيرة في الكرة الأفريقية مغرية للمدربين اللي زي موسيماني، وطبعا هيدخل تاريخ الكرة الأفريقية أنه يدرب الأندية دي، وأولها طبعا النادي الأهلي الأكثر تتويجا في البطولة الأفريقية بثمان بطولات أفريقية وتاريخ كبير جدا. شوف رد الفعل اللي حصل للمدرب لما أعلن النادي الأهلي تعاقد مع المدرب، تعرف قيمة الأهلي وقيمة الإضافة اللي هيضيفها للمدرب ده. إنما هو ذكي، مدرب ذكي وقدر إنه يحسب الأمور بشكل منطقي. نقطة النجاح اللي كنا بنتكلم فيها أنا أشوف إن هي كل الأمور في صالحه، أهم شيء الصبر على المدرب، ودي النقطة اللي قلت لك هاجس البطولة الأفريقية عند النادي الأهلي وعند جمهوره بقى فوق الوصف. البطولة الأفريقية أصبحت رقم واحد قبل بطولة الدوري المصري، لأن شفنا في خلال السنوات اللي فاتت سبع مدربين أو ثمان مدربين مشيوا من النادي الأهلي وفازوا بالدوري، فالبطولة الأفريقية أصبحت مهمة جدا. هو الراجل بحكم خبرته الكبيرة جدا في أفريقيا، ثمان سنوات مدرب لسان داونز، وأعاد سان داونز للمنافسة الأفريقية، دايما موجود في السيمي فاينل للبطولة الأفريقية، اشتغل مع مدرب لجنوب أفريقيا سنتين، واشتغل مع كارلوس ألبرتو المدرب البرازيلي مساعد في كأس العالم في جنوب أفريقيا. كل دي يعني إضافات وتاريخ وخبرة جيدة للمدرب، أنا أشوف إن هي هتخدمه في طيب باختصار في 10 ثواني جواب، هل سيكون 100% يمتلك زمام قراراته في نادي الأهلي؟ النادي الأهلي بيدي الصلاحية دايما للمدربين. النادي الأهلي ما بيتدخلش في عمل المدرب، ما بيفرضش على مدرب يقول له لاعب فلان أو ما تلعبش فلان، بيسيبه بيديله بيوفر له الظروف المناسبة إنه ينجح، ويعني دي سياسة النادي الأهلي. يعني الحقيقة كابتن وائل جمعة لخص الموضوع بدقة هائلة جدا، أنا متفق معاه في كل كلمة قال. بداية من تحفظه أنا ما أقدرش أقول هيكسب ولا مش هيكسب، لكن أقدر أقول إنه هيملك القدرة، أقدر أقول بيشتغل في بيئة صالحة، أقدر أقول كل اللي دخلوا النادي الأهلي كسبوا بطولات، أقدر أقول أهم حاجة إن يكسب بطولة أفريقيا لأن الأهلي عمل مع كل المدربين بطولات كأس أو دوري. كل كلمة قالها واحد خبير في شؤون النادي الأهلي، لأنه فعلا يعني مين أصدق منه عاش الفترة دي كلها، حقق البطولات دي كلها وعاش المناخ ده كله، يقدر يلخص لنا أسباب النجاح في النادي الأهلي. أستاذ إبراهيم تلخيص رائع جدا، ولكن حبيبك شوارب نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف حد خبرته أكبر من وائل جمعة بقى رأيه إيه في موسيماني. اهلا بحضراتكم من جديد. جاء بيتسو موسيماني، بدا العمل بيتسو موسيماني على وجه السرعه، دخل على طول من الدار للنار في نفس يوم وصوله، دخل الملعب كان طبعا بتحيطه اهتمامات اعلاميه كبيره جدا. تاني يوم لعب ماتش المقاولين. طيب الاراء العامه بعد ماتش المقاولين عامله ازاي؟ نشوف الكابتن احمد شوبير ورايه في اداء الاهلي مع بيتسو موسيماني في مباراه المقاولين. الاهلي النهارده قدم عرض هايل، الاهلي النهارده غير الصوره تماما، فاز على المخلول العرب بهدف من ضربه جزاء لعمرو السوليه في الدقيقه 40 من احداث اللقاء، لكن كانت المفاجاه انه مدرب بعد 24 ساعه فقط لا غير بيغير من طريقه اللعب، بيغير من اسلوب اللعب، بيغير من الستايل بتاع النادي الاهلي. اللعيبه النهارده معظمهم في حاله فنيه وبدنيه ومعنويه عاليه جدا، الكل عايز يثبت وجوده، سريعا جدا بتظهر بصمات الراجل، بتظهر طريقه لعبه، واعتقد سريعا جدا بيكسب ثقه جمهور النادي الاهلي، خاصه انه بيلعب مع رابع الدوري العام المقاولين العرب. المقاولين فريق تقيل، فريق لا يستهان به، عامل موسم رائع، حقق نتائج رائعه في الدور الثاني، كسبان زمالك، لسه كسبان الماتش اللي فات 6-0، عامل يعني شو اكتر من رائع. بدايه بتدي ثقه لجمهور الاهلي، بتدي ثقه للمدرب موسيماني نفسه، وكمان بتدي ثقه لمجلس الاداره في اختياره باذن الله. ده راي الكابتن احمد شوبير. طب راي بقى خبير الخبراء الدكتور طه اسماعيل.
وخاصة عارفين حضراتكم مدى حماسه لريني فايلر في الأول وتزكيته، ثم ملاحظاته اللي كانت شديدة جدا، وكان في رأيه أنه الراجل كفاية لغاية كده. هل الدكتور طه إسماعيل شايف بداية تجربة موسيماني إيجابية ولا إيه؟ نشوف. كي لا نبالغ في الإطراء على المدرب، هو مدرب رائع وأنا يعني تمام مفيش شك، نعم، لكن هو ما تم هو أنه هو حط النادي الأهلي في التراك الصحيح اللي صحيح كان بيلعب بيه. صحيح. قبل كورونا كان النادي الأهلي بيلعب بهذا الشكل، ضغط، استحواذ، كل ده كان بيتم. مظبوط. يمكن الفارق بان اللي عمله النهارده عن ما كان بيتم بعد كورونا مع فايلر، والفرقه طبعا كانت بتأدي اداء غير جيد، لا استحواذ ولا ضغط ولا اي حاجه. فهو رجع نجح في الفتره الصغيره دي ان يقنع اللعيبه بان هم يرجعوا لهذا اللي هو عباره عن ايه؟ الضغط، الاستحواذ الجيد، تقليل المساحات، ايقاع اللعب، تغييره من ان لاخر، بدايه الهجمات من الخلف بشكل جيد. نعم. المحافظة على الكرة في معظم الأحيان. نعم. وخلق الفرص اللي تمت، ده هو ما تم اللي عمله، يعني رجع النادي على التراك الصحيح. تمام. أنا شايف أنه المشروع اللي هو عامله الآن للفترة اللي جاية مشروع رائع جدا، وهو قاله سرده قدام الناس. نعم. أن أنا عايز أوصل بلعبتي سلام إلى بطولة أفريقيا الأساس. نعم. عندي الكاس أيضا مهم، لكن الأهمية الكبرى لمباراة أفريقيا. الحاجة الثانية أن أنا عايز إزاي أن أنا يعني أعمل موائمة بين الأداء في المباريات الاثنين البقية. نعم. وبين أن أنا أحافظ على اللعيبة. نعم. أرفع لياقة بعض اللاعبين زي الكهرباء وزي نعم. السن الشحات اللي هم قليل شوية. نعم. وفي نفس الوقت بعمل نتيجة كويسة وأحافظ نعم. على اللعيبة عشان يوصلوا إلى مباريات افريقيا وهم في حاله بدنيه جيده، ويبقى كل اللعيبه سلام افيلابل عندي بحيث ان انا اقدر استخدمه استخدام كويس. منطق كبير جدا اللي بيتكلم بيه، منطق عقلاني، وبيخاطب الناس على اساس مش هنبص لكل مباراه من المباريات اللي جايه ديت للنتيجه كسبت او خسرت. انا عايز اجهز لعيبه، وعايز في نفس الوقت احافظ على بعض اللاعبين من الاصابات، وعايز اوصل لمباريات افريقيا وانا في كامل العدد وكل لعيبه قدامي افيلابل اقدر نعم. استفيد بيهم بشكل كويس. فانا شايف ان هو نعم. هنا بقى الحكمه. أيوة. دي محتاجه حكمه نعم. منه في التعامل في هذا الامر، ومحتاجه من اللعيبه وعي كبير جدا، لان لازم يشاركوا هو يشاركوه في افكاره. دكتور طه طبعا يعني بسرعه قدر يلمس ايه اللي قدر يعمله موسيماني بسرعه، انه رجع الفرقه لاسلوبها ان هي الانتشار والحركه بدون كوره، الضغط على الخصم، التمركز السليم، وبعدين انتقل الى انه له مشروع الفتره اللي جايه عشان هو بيفكر في افريقيا انه يعمل تدوير ويريح اللعيبه عشان الاصابات. كل ده احنا متفقين معاه، لان مفيش واحد هيغير الدنيا في يوم وليله، انما هو بسرعه قدر يرجع الفريق لاسلوب كلنا لمسنا ان كان في استحواذ وكان في متعه في مباراه المقاولون. لكن نفس موسيماني في المؤتمر بتاعه على عكس ناس كتير جدا شايفين ان اللياقه البدنيه بتاعه النادي الاهلي هي افضل من الفرق اللي بيلعبها، لكنه هو شايفها لسه مش دي اللي تخليه يقدر يطمئن افريقيا، عايز يشتغل على، ودي نقطه ايجابيه جدا انك تحط ايدك على العيوب وتبتدي تعالجها. ولكن عماد متعب صاحب الراي الواقعي نسمعه. واحنا كمان راضين، يعني احنا كمان راضين، احنا كمان راضين على الاداء النهارده، اداء جيد، بدايه جيده. طبعا الحكم على المدير الفني في اول مباراه وبعد يومين من التدريب بيبقى صعب جدا، لكن في ملامح، في حاجات باينه لنا، في شكل واضح. يعني يمكن احنا اتكلمنا دكتور طه اتكلم قبل المباراه ان الاستحواذ مهم جدا، النادي الاهلي استحوذ النهارده. قالوا الكابتن بالظبط ولا حصل بالظبط؟ استحواذ مهم، النادي الاهلي استحوذ النهارده، بدا الهجمه من تحت بشكل جيد جدا. هو يقدر يقول للعيبه خطوط عريضه اللعيبه تنفذها في الملعب. نعم. انه يعني هو ما يقدرش يغير في الشكل 180 درجه، لكن يقدر يقول للعيبه هنعمل ضغط النهارده، فده اللعيبه هتقدر تعمله. يقدر يقول للعيبه ان احنا نقدر نبني الهجمه من تحت. ده اللي عمله يمكن النادي الاهلي استحوذ الشوط الاول بالكامل على الـ على الـ على الـ على الشوط الاول بالكامل. هو قال احنا درسنا فريق المقاولين، فريق المقاولين بيعتمد على السرعات واللعيبه. نعم. المهاجمين اللي عنده، لانهم عندهم سرعات عاليه جدا. مهم جدا ان انا قبل ده ان انا اضغط على لعيبه نص الملعب، ما اديش مساحه ان الكره تتعمل في خط ظهري. يمكن اتعملت مره في الشوط الثاني او مرتين، لكن كاجمالي النادي الاهلي ادى مباراه جيده، مش احسن حاجه لكن مباراه جيده، طلع بالغرض
الاساسي منها هو الفوز، لان مهم جدا المدير الفني اول مباراه ليه لما يبدا بمكسب بتبقى نفسيا ومعنويا نعم. بالنسبه له وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للاداره والجماهير بتبقى نعم. حلوه يعني ماشيه. موسيماني داخل على اصابات كتيره جدا جدا نعم. جدا نعم. يعني في لعيبه مهمه ومميزه مصابه، دي تاني تالت حاجه هو الاهم فعلا دوري ابطال افريقيا سيم فاينل والكاس دول نعم. مهمين، بس دوري ابطال افريقيا هو الاهم نعم. بالنسبه لموسيماني وبالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. عقلاني جدا في كلامه، قال نعم. ان احنا في مشاكل في خط الظهر، طبعا في مشاكل في خط الظهر نعم. هيبقى في لعيبه هتدخل الفتره اللي جايه تبدا تعمل له الفرق مع الفرقه وتساعد مع زمايلها بشكل كبير جدا. الراجل طريقه لعبه هتبقى واضحه، انا نعم. يعني يمكن زي ما قلت حضرتك انا شفته واتفرجت عليه وقعدت حللت نعم. معاه، هو بيحب اللعيبه اللي بتلعب كوره، بيحب يبدا الهجمه من تحت نعم. امام اي فريق نعم. بيلعب بيبدا الهجمه، ده كان باين للنادي الاهلي نعم. النادي الاهلي يعني احنا بنشيد مثلا بدجل نعم. لما بيبدا الهجمه من تحت وبيستحوذ بنشيد بالمقصه، فبالك لما النادي الاهلي يعمل ده كابتن شوبير بامكانياته نعم. وخبرات لعيبته ونوعيه اللعيبه اللي موجوده نعم. في النادي الاهلي، على ما اعتقد ان لو عمل ده مفيش فرقه هتقدر تنافسه نعم. لانه هيبقى مميز بشكل كبير جدا. شوفوا كل هذه السعاده وهذا الاحتفاء بقرار النادي الاهلي، باختيار النادي الاهلي، بمدرب النادي الاهلي، وكل هذا التفاؤل بتجربه النادي الاهلي تخليك ترفع راسك فوق لانك اهلاوي. ده مش كلامي ومش كلام حد اهلاوي، ده كلام الكابتن خالد بيومي. مش قادر الاقي كلام ينم عن مدى سعادتي باسم وكيان النادي الاهلي. صحيح انا لا انتمي للاسره الاهلاويه، ولكن ما يفعله وما فعله وما حققه النادي الاهلي جدير بالاحترام، جدير ان نفتخر به كل من هو في المنظومه المصريه الكرويه او الرياضيه. النادي الاهلي تاريخ عريق كبير جدا، فعلا جمهور النادي الاهلي يشكر ربنا على نعمه ان هو اهلاوي. أتى من أتى وذهب من ذهب، ولكن يبقى النادي الأهلي هو النادي الأهلي، نادي كبير جدا. كل من يدخل داخل جدران النادي الأهلي يعلم جدا قيمة هذا النادي، انتماء، عقيدة، حب، حتى التطلع أو البقاء في الرياضة مش موجودة غير في ناديين أو ثلاثة على مستوى العالم، منهم النادي الأهلي. كل سنة والنادي الأهلي كبير وعريق وصاحب بطولات وصاحب إنجازات. النادي الأهلي واحد من الأندية القليلة جدا اللي خليك وانت بتتفرج على مباراة وسط اي حد موجود على مستوى العالم راسك لفوق، فعلا ارفع راسك اهلاوي فانت اهلاوي. كل سنة وانت اصيل، كل سنة وانت صادق، كل سنة وانت رجل يحترم كلمته. خالد بيومي زي ما كلنا، الاستاذ خالد بيومي الناقد الكبير، كلنا نعلم انتمائه للنادي الاسماعيلي العميق، أهلا زملكاوي على خفيف، ولكنه دائما راجل موضوعي، راجل الحقيقة منصف. أعتقد أن دي أحلى حاجة طلعنا فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل تفاصيل ما في الغربال وبعظمة لسانه، وداهمنا الوقت ولا يبقى غير اسرار الملك صديق وسبعة مليون وقالوا خطفوه. شريف عبد الفضيل واحد من العناصر اللي انتقلت للاهلي بجدل كبير، نشوف تقديره ايه للانتقال للاهلي قبل ما نسأل المهندس عادل القيعي عن قصة روحية اللي اتخطفت. ليه رحت الأهلي ما رحتش الزمالك؟ مين مجنون ما يروحش الأهلي؟ مين مجنون ما يروحش الزمالك؟ أنا مجنون، عمري ما هبقى مجنون لو رحت الزمالك طبعا. ليه؟ أنا هربت من نادي الزمالك. ليه؟ وعمري ما ندمت لحظة إن أنا رحت النادي الأهلي. بس نادي الزمالك نادي كبير. كبير طبعا بس لما تيجي تقارنه بالنادي الاهلي، لا النادي الاهلي الاثنين يعني الاهلي والزمالك. انت بالنسبه لك انت بالنسبه لي انا على النادي الاهلي نمره واحد. طيب شريف عبد الفضيل كان عنده هذا الحب. قبل ما اسال المهندس عادل القيعي عن قصته، عايز اقول ثلاث ارقام خليكم فاكرينهم باستمرار عشان كل واحد بيحاول يوقع بين الاهلي والاسماعيلي قولوا له المعادله فيها ثلاث ارقام. الاهلي صاحب الرقم الاقل، الاهلي خد من الاسماعيلي 19 لاعب، الزمالك خد من الاسماعيلي 22 لاعب، والاسماعيلي خد من الاهلي 28 لاعب.
الاهلي خد 19، الزمالك خد 22، الاسماعيلي خد 28 من الاهلي، ومع هذا روحيه اتخطفت. الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف. الموضوع ده كان بمناسبه شريف عبد الفضيل، اللي كان الموضوع ابتدى من النادي الاهلي الاول. كنا مع المهندس نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي، وكان في اتفاق تقريبا، طلباتكم طلباتكم طلباتكم، وصلنا سبعه اعتقد، زودناها لسبعه ونص. وقال خلاص احنا متفقين، واللاعب عايز يجي النادي الاهلي بوضوح شديد جدا وتمسك جامد جدا، وكان معاه في الاتفاقات معانا اخوه نبيل عبد الفضيل من ايام ما كان في السعوديه، كان في تواصل معانا ان يعني شريف حابب يجي النادي الاهلي. طرقنا الابواب، اتكلمنا بشكل شرعي مع النادي الاسماعيلي، وصلنا الى هذا الرقم. قال لي انا عندي بكره مجلس اداره هناخد القرار. فوجئت الصبح بان القرار الاستغناء عن شريف عبد الفضيل لنادي الزمالك. اتجننت، قال ده احنا بيتين ومتفقين، ما كانش في زمالك خالص. المهم رحت طالب المهندس نصر ابو الحسن، الحقيقه رد عليا، انا قلت مش حي يعني مش هيرد، قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي والله الاغلبيه احنا كنا منقسمين 3-3، وانا طبعا كنت ارجح، بس قالوا لي ان احنا لو انت رجحت احنا هنقول مش موافقين على بيعه. ده لو مش الطريقه بين رئيس النادي يرجح، فانا خلاص اللعيب مش عايز يقعد، فاضل له مده هيمشي، ولقيت ان المبلغ كبير وانا والاسماعيلي محتاجه، يبقى يروح الزمالك. قلت له يعني طب ورغبه اللاعب ملهاش حساب؟ قال لي يعني ما هو رغبه اللاعب ومصلحه اسماعيلي ايضا. قلت له طب انا لو حققت لك ميزه اضافيه ما تقول لي طلباتك ايه تاني؟ انا كنت عارف من مده ان هم عايزين الكابتن احمد صديق الباك رايت. الباك رايت طبعا انا بتكلم في 4-5 ساعات، لان كان ابتدى بقى. قال لي انت هتقدر تغير الدنيا ازاي؟ ده الاستغناء اتكتب وهيتبعت او اتبعت في الطريق او حاجه زي كده، واخوه قاعد بقى الاخبار بتتواتر، اخوه قاعد في. قلت له لا، شوف مصلحه الاسماعيلي فين. لو انا حققت لك ميزه فنيه، انا عايز في ال4-5 ساعات دول اكون اتكلمت مع كابتن صديق، شفت رايه ايه، اتكلمت مع النادي الاهلي شوف رايه ايه، ونحقق المعادله دي، وهو يرجع يكلم اعضاء مجلس الاداره ويقول لهم ازاي نقدر الكفه تتغير. وفي نفس الوقت قلت له اعمل هولد على السجن دلوقتي لحد ما نشوف هنوصل ليه في الاخر. علق الموضوع. كان صديقك حسين حلمي عندي في شبرمان. هيتجنن هو جاي لي يعرف ايه اللي فالمهم ايه، عرفت على الساعه 8 بالليل. انا قلت بقى يعني لشريف ما تروحش، يعني خليك لحد ما نشوف الموضوع ايه هيحصل. لو ما عرفناش نتمم الصفقه بالشكل ده خلاص هتروح. انت متمسك بالاهلي؟ قال لي طبعا. ف جبت الموافقات، وبعدين قلت له إيه، احنا مش هنعرف مدير العمليه هنا من شبرمان، انا محتاج فاكس. لا هكلم، هيحصل جوابات تتبعت، هيحصل استغناءات تتبعت، هيحصل حاجات، محتاج فاكس. فروحت مكلم ربنا يمسيه بالخير المهندس محمد عبد الوهاب. قلت له ممكن نستخدم مكتبك؟ هو مكتبه بقى في مصر الجديده. انا فين؟ في الجيزه، في اخر الدنيا، في طريق سقار. قال لي طبعا. فروحت مكلم نبيل عبد الفضيل، قلت له تجيب اخوك وتجي لي عند المهندس محمد عبد الوهاب. ان جيت لوحدك مش هقابلك. تيجي عند الحاج نخلص. والدنيا مستنيه. كان يوميها تاني يوم الصبح انتخابات النادي الاهلي. مجلس اداره. فانا رحت عند المهندس محمد عبد الوهاب، جه شريف وجه نبيل، وقعدنا نتفاوض. خلصنا كل حاجه، كلمت المهندس نصر ابو الحسن، وبدات المراسلات الرسميه.
جوابات وعقود واستغنى بيتكتب وبيتختم وبيتبعت بالفاكس وخلصنا كل حاجة وصلنا الساعة 6 الفجر مخلصين كل الأوراق ومعانا شريف ومضع العقود وكل حاجة. وقلت له حسين مش هنعرف نروح شبرمنت ونرجع، فبت عنده للساعة 9 خدت شريف ورحت على النادي والباقي معاه. ايه الروحية اللي اتخطفت؟ في الوقت ده في الوقت ده كان كابتن ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف قاعد على الهواء المغرب كده مع او يعني بعد المغرب مع الكابتن مدحت شلبي، فبيقول له الانتقال وهو ماشي كده قال له الله 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 بعد البريك ده روحية اتخطفت. قال له ايه؟ قال له مش لاقيين شريف. مش لاقيين شريف؟ مش شريف فين؟ شريف فين؟ وبعدين باقي بقى كانت الناس ابتدت تعرف ان كابتن شريف يعني اصر على انه يجي النادي الاهلي، وتم الصفقه اعتقدها صفقه نموذجيه للنادي الاسماعيلي لانه خد لعيب لعب عندهم كل الماتشات. صحيح استفادوا من احمد صديق، كانوا محتاجينه فنيا جدا، زائد لعيب محترم كمان 7.5 مليون جنيه. مش عارف متلخبط مين فيهم، عبد الله كابتن عبد الله السعيد هو اللي 7.5 ولا شريف، المهم يعني مبلغ كبير من المال. فاعتقد انها كانت صفقه رابحه لكل الاطراف. شريف راح للنادي اللي هو عايزه، النادي الاهلي خد اللعيب في الحته اللي هو محتاجها. ده همنا الوقت، كنا نتمنى نقدر نستكمل مع حضراتكم محتوى الليله، لكن دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوط عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت. ما تخافش على الأهلي.